السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد العصير بالجزر وبالياغورت ديال الخوخ. كيجي زوين بزاف وكيصلح دابا في رمضان. اولا كيعطي واحد الكميه كثيره، وثانيا كيجي خاطر وكيجي لذيذ بزاف. فالمقادير ديالو غادي نحتاج هنا عندي ثلاثه ديال الجزرات حجم صغير، ثلاثه هنا عندي تقريبا جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، السكر كيبقى على حساب. وغادي نحتاجو جوج ديال البرتقالات، العصير ديالهم كتعصروه مزيان. انا درت العصير البرتقال ديال الاكل، المهم كيجي شي شويه صفر. فغادي نحتاج معاه واحد الياغورت ديال الخوخ، هذا اللي عندي انا. المهم هذه ماركه عندي انا فرنسيه، نتوما ديروا اي ماركه عندكم. ونص لتر ديال الماء، انا درت هنا معدن. كما شفتوا كنجيبوا المولينكس ديالنا، كنوضعوا نص لتر ديال الماء والعصير ديال البرتقالتين بجوج والجزرات اللي درنا والسكر والياغورت، يعني في كل دقه واحده، وكطحنوه مزيان في المولينكس. راه ساهل هذا العصير وكيجي زوين بزاف. الا ما كفاسكمش الكاس ديال المولينكس ما كفاكمش، غادي تطحنوا النص وترجعوا عاوتاني ترجعوا تطحنوا النص الاخر، يعني ديروه في شي بول تخلطوه مزيان وطحنوا نص بنص باش كيجي مخلط مزيان. صافي غادي نطحن هادشي كامل هاد العناصر ورجع معكم. البنات العصير ديالنا بعد ما كنطحنوه مزيان، غير كطحنوه ضروري طحنوه مزيان باش داك باش الخيزو كيطحن لكم، يعني بقاو طحنوا طفيو لا ماشين وترجعوا ثاني طحنوا باش يطحن لكم مزيان. فبالنسبه الا بغيتوا تضعفوا المقادير ضعفوه، الا الياغورت ديروا غير يعني علبه وحده كتكون كافيه. بالنسبه للسكر كما قلت لكم ديروا على حساب الذوق، انا كندير غير جوج معالق كتجي الحلاوه هي هذيك. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، وغادي يعجبكم ان شاء الله غير جربوه، سيرتو الا خليتوه في الثلاجه يبرد مزيان. راه صدقوني كيجي واحد المذاق ديالو زوين ما بين الجزر والخوخ، كيعطي نسمه زوينه. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، ورمضان مبارك سعيد، والسلام عليكم.